نطلع على شبرا الخيمه ومفيش مواصلات وبتاع. شوف رايك يا كابتن انت اركب حبيبي. الله يبارك لك. يا لهو على السعاده يا لهو يا لهو. دعواتك يما حبيبي. يصنع مع السلامه. اه بتقعد اللي معاه. بقول لك ايه الله يبارك لك. هو انا ماشي الطريق عكس ولا ايه عشان ما تخبطش بس؟ لا يا ما. الله يبارك لك. لا الله يبارك. انا مفتح يا ابن الجسم. ماشي يلا يا شرقاوي. زين انتح ريحه. ايه ده؟ لف المبلوله صاحبي. ايه ده يا اسطى؟ هتموت كافر يا ابني. هتموت كافر يا شباب. يا عم واقف عادي يا ابني. انا خايف عليك والله. مش كده يا عم استعبط. شيكو سمعنا حته من التراك بتاعك الجديد. على الله يا جن. مثل واسال يا لهوي القافله تسير والكلاب تعوي حلمك كبير قم كمله طريقك وسع اوله ما يأسكش حد خد الموضوع بجد اعداء نجاحك موجودين اثبت وجودك للتخين لو جواك حاجه جميله قول الحق ودي غربه لنيله لو جواك حاجه جميله قول للحق ودي غربه لنيله يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا غزال يا غزال العشق على الدم والتاني دوش خليني. على فين يا باشا؟ كمالك يا بواش. بواش؟ اه بواش. طب قال لي مدام هبه. مع السلامه يا باشا. مدام هبه؟ اه اه. دوت تاني دور خليتني خيال. على فين يا باشا؟ لا لا لسه هذا حبيبك انسه. تقصد كانت انسه دلوقتي مدام؟ لا انسه. ماشي مبارك زي العسل يا باشا. والعظيم دنيا غرور. ايه دنيا؟ خد يا ابو كرش انت. ايه حمو بيك انت ولا ايه؟ على فين انت؟ يا هبه. هتطلع انت ازاي بكرشك كلمه ده منك؟ خد يا حبيبي خد. ايه حضنت المروه؟ على فين؟ طنط هبه. طنط هبه؟ اه. الواد حلو سابك سن. الواد خد يا باشا. على فين؟ اطلع انزل اروح اجي مالكش فين. طب ما بالراحه. يبقى فوق. مانيش عرفكم. انا هشوفها بنت الدم. يلا يا عكباوي يا دس. اني فين يا حبيبي؟ اعدائي في حد قدام هيبه في حاجه؟ انت ملعوب في اساسك يا دفتر؟ يا اخويا شايفني دافع بقى وقلت له عليك. مالك؟ قول يا دفتر. خد يا اخويا. باشا والله باشا. يا غزال يا غزال العشق حلال دوت. ملاك يا شيكو في ايه؟ مفيش يوم. سرحان على الصحاب الوسخ. الصاحب اللي يبيع صاحبه عشان سجارتين، الصاحب اللي يبيع صاحبه عشان بنات، والمصالح الوسخه كترت والصحاب الواطيه بقت اكتر واكتر. طب تنصحهم بايه يا شيك؟ هتنصحهم بايه؟ استرجل واكسب صاحب يدوم وابعد عن الهلسه هتقع مش هتقوم. على وضعك يا شيك. كلام كبار ده خلي بالك. مش اي حد بيقول. ها ماشي. شيكو يا شيكو انا بحب بجد والله؟ اه والله. بتكسف. انت عارف انا ما ارتبطتش من امتى؟ او انا سنجل من امتى اصلا؟ امتى؟ من اولى اعدادي والله. كسبتيني. الله يرحمك يا ست. كانت طيبه قوي والله. يا واد يا محمد. ستي.
خشي لي جوه يا واد. ادخلي جوه. فين انت؟ فين يا ستي؟ جوه يا ستي. راجع ورا. ايوه يا معلم باشا، الامن مستتبه كله تمام يا باشا، تحت امر معاليك. اقف يا ابني. مع السلامه يا باشا. رخصك يا حبيبي. رخص يا ابني. ايه ده؟ عايز على البطاطس كاتشب ولا مايونيز؟ لا يا باشا مش عايز عليها كاتشب. انت تحصل معايا روح امك. نسر ده ولا كتكوت؟ يلا ليه كتكوت؟ يبقى نسر يا باشا. نسر انزل يا باشا. رخص يا باشا. يا عم مفيش حاجه. انا بنت الباشمهندس خربان. لا مش خص، مش خص. انزل يلا والله العظيم يا باشا. انزل يلا. قلت ما لعبتش من هنا. بوكس هنا اهو. قلت لك ما لعبتش من هنا يا باشا. والله اسمع يا باشا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ مالك فيكوا ايه يا عم؟ المطره بتمطر والاستشوار باظ يا عم. عايزين احنا نروح. ايه ده؟ طب ما تجيبوا جاكيت زيي. ايه يا عم؟ هاتوا جاكيت زيي يا عم. والنبي سيبنا بقى نروح ولا مستشار يبوظ اكتر من كده يا عم. بص، فلوس وزعبوط والدنيا جميله فوق اقسم بالله. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ هاتوا جاكيت زيي يا عم. والنبي سيبنا نروح. يلا يا عم. يا عم ولا نفرين طوابق. نفرين طوابق طوابق يا برنس. عمو عايز ايس كريم. واحد مكسرات واحد من غير. انت تهزر؟ ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ ايس كريم. مين بيتزا يا صاحبي؟ طب يلا بقى انت اهو من هنا. كابتن بعد اذنك انزل بتاع اطفال. والنبي خمسه سيبني والنبي بس اول مره اركبه. والنبي بتاع اطفال يا كابتن بعد اذنك انزل. معيش طفولتي. والنبي بعد اذنك يا كابتن انزل بتاع اطفال. يا عم حرام عليك يا بيه. بعد اذنك انزل. بعد اذنك يا بيه. يا عم والنبي يا عم ليه بعد اذنك يا بيه. بتاع اطفال يا كابتن. بتاع اطفال. حسبي الله ونعم الوكيل يا عم. تاخرت قوي يا عم. ايه يا بص يا محاوي، انت مش متربية يا بنت. ما انت لو بنت راجل اقفي اكلم اخواتي البنات ينزلوا يقطعوكي.